هذا سؤال يقول فيه السائل: إعطاء زكاة المال لشراء بيت للفقير كل راتبه أقساط. تملك البيت كمال، سكن البيت ضرورة، فالسكن ضرورة، لكن التملك ليس ضرورة. كم من إنسان يعيش كريما عزيزا طوال عمره وهو مستأجر، فالتملك كمال. وأيضا الفقير يعطى ما يكفي لمدة سنة واحدة عند جمهور أهل العلم، ولذلك فإنه لا يجوز أن يشترى بيت للفقير أو يبنى بيت للفقير من أموال الزكاة في قول جماهير أهل العلم، وإنما إذا احتاج الفقير للسكنة يستأجر له، أما أن يبنى له أو يشترى له فهذا لا يجوز، لأن الفقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة فيستأجر له بيت مناسب لحاله، لكن لا يشترى من أموال الزكاة ويؤخذ من أموال الفقراء والمساكين لأجل أمر كمالي ليس أمر ضروري. الأمر الضروري هو السكنة، لكن التملك كمال وليس ضرورة، وعلى ذلك فالفقير يستأجر له ولا يشترى.